زي واحد ماشي 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 فكر حاله عارف وين ماشي وماشي اكل كبد. اللي صار انه احمد امين كتب فيلم انا حبيته كثير، حسينا انه اطول شوي بس قلت يعني مش مشكله بنحاول نعمله. بل لما بدينا نشتغل فيه وبدينا نعيد كتابته بالاخر صفيت انا كاتب مشارك ورولا ناصر المنتجه كاتبه مشاركه، حسينا انه الفيلم لسه عم بيستحمل، يعني لسه عم ندخل اكثر، في شخصيات عم تطلع، في شخصيات عم بتموت، وعمان بدات تصير جزء من الفيلم، حسينا انه لا ممكن يطلع منه فيلم طويل جيد. اظن احنا الجيل اللي، وهذا الموضوع انا اظن مش كثير ناس بيحكوا فيه، اللي هو الجيل اللي عاصر مش بس التغييرات السياسيه والاجتماعيه بس التغييرات التكنولوجيه. احنا الجيل اللي عرفنا شو هو الفيسبوك والانترنت والهاي سبيد كونكشنز والايفونز والبلاك بيريز وما بعرف شو، الجيل اللي بعدينا صحي لقيهم، يعني هم كانوا معه، احنا شفنا الساتلايت، يعني احنا اللي كنا تو شانلز على التلفزيون قناتين فجأة صار عندك 400 شانل. اظن هذا كتير اثر على شخصياتنا ونفسياتنا كجيل. احنا جيل كتير متصل، بضل احكي بكل المقابلات لانه هذا كتير بآمن فيه، احنا جيل كتير كونكتد بس جيل كتير وحيد، لانه احنا مش عارفين مين احنا وشو بدنا نكون، احنا بدنا نكون مسلمين ولا عربيين ولا غرب ولا منفتحين ولا محافظين ولا شو. في كثير اتجاهات، عشان هيك المقارنه لما اجى الجيل الاب كانت مهمه بالفيلم لانها بتبين جيل الاب كان بنتمي لجيل كانوا عارفين ايش بدهم، كان عندهم قضايا ومهمه وكان عندهم شيء اهم من حالهم. احنا جزء من النظام الاقتصادي تبع انه انت تسوى قد ايه معك فلوس، وصرنا كلنا هيك بنحس انه انا، وعشان هيك احنا كمان من عمر العشرين نبدا ندخل بميد لايف كرايسيس لاخر عمرنا، عرفتي انه بعدين لما اجى رفيق كامل كان بده يخطب ذكر كيف الكل صار يزقر شو رجعي؟ يعني ما انت شايف الوضع، أسعار كل العالم عم تنزل. قاعد معي يا صاحب. خلص نطح بهذا المزح. أنا مش أختك. مع السلامة. عمان تغيرت. كل البلد تغيرت. فكرة أنت ميت. إحنا يا منشع هواكي، يا منكون جنين. خليك بجوزك وبولادك وبالطبيخ. امشي اطلع برا. والله مش ناقص إلا واحدة. خلي الأدب. أنا بالنسبة لي مدن ترانزيت ما كان الهدف منه عمل أنا فيلم حلو لإلي، الهدف منه كان إنه نثبت لحالنا وللشباب اللي حوالي إنه ما تستنى الثلاثة مليون اللي عم تستنى فيهم عشان تعمل فيتشر، لا اعمل، مش مهم هلأ يطلع أحسن فيتشر بالعالم، مش مهم، اعملوا هلأ ورح نطلع مع بعض ونصير نطلع إن شاء الله. هلأ الفيلمين اللي جايين فيها هلأ فيلمين عم بتصوروا لأنه الهيئة حست إنه في مجال إنه يطلع أفلام جيدة بميزانيات ليست بالعميقة، يعني مش عظيمة. هلا في فيلمين عم بتصوروا ميزانيات كثير اكبر بوقت افضل بظروف انتاجيه افضل، ان شاء الله يطلعوا احسن من مدة ترانزيت، لانه هيك رح نطلع كلنا مع بعض.